هذه الزهرية تربطنا من خلال جمالها وفوائدها الروحية والاجتماعية والاقتصادية ورفاهها في هذه المناسبة بما يحركنا نحو الوجه المشرق لثقافتنا. نحن اليوم في إحدى المحطات المهمة جدا بالنسبة لنا في جمعية مراكش، عندما نحيي ونحتفي بزهرية مراكش، مراسم تقطير ماء الزهر. فاليوم نحن بالجامعة، جامعة القاضي عياض بمراكش، ونبتهج كثيرا لأن هناك ماجستير للثقافة والتراث هو الذي يعني احتضن هذه الاحتفالية التي هي أصلا في البرنامج الرسمي لاحتفاليات مراكش عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي في هذا عام 2024 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إيده الله. هذه المراسم هي في الحقيقة بالأصالة مراسم نسوية، والنساء نساء مراكش عبر القرون ونساء المغرب هن من حافظ على هذه المراسم بجماليتها وروحانيتها وفائدتها الطبية والتزيينية إلى آخره. إذن فنحن في الدورة الثانية عشرة، وعملت جمعيتنا وجهدت جهدها، فصار هذا العنصر التراثي صار مسجلا في قائمة التراث الوطني المغربي، بل كذلك صار ونحن نبتهج كذلك لذلك صار عنصرا تبنته منظمة الإيسيسكو، وهو بهذا الاعتبار تراث ثقافي للعالم الإسلامي. نحن اليوم نحتفي بموسم تقطير زهر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية تحت إشراف السيد العميد الأستاذ الدكتور عبد الجليل الكريفة وتأطير الأستاذة الدكتورة خديجة علوي يوسفي. هذه الاحتفالية تمت بشراكة مع جمعية ألمونيا بمراكش لصيانة التراث والحفاظ عليه. نحن كطلبة جد مسرورين بهذه المبادرة حيت جعلتنا نشوف عن قرب هذه التقاليد و اللي كتم من خلال توارث عبر أجيال من الأم لبنتها، ونحن جد مسرورين هذا اليوم. بالنسبة لعملية التقطير إذن هذا كيتم في شهر مارس، قلنا موسم الزهر، إذن لأن الشجرة تتزهر في ذيك الفترة تكون يعني كيف كان عارفوا مراكش هو عاصمة لهذه الشجرة، موجودة بكثرة بكمية كبيرة كتسمى عاصمة ديال النرنج أو الزنبوع. فهاد الفترة فاش يعني كيتزهر الأشجار خصها تجنى وهي بقى زهرة مسدودة، سيرتو ديال الزنبوع كندوي على شجرة الزنبوع ماشي الحامض أو الليمون، لأن كاين الجناية اللي كيخلطوا أو اللي كيتحاول أو أي الناس كاع الناس تيقولوا بأن الشجرة الزهرة ديال الليمون تقطع اللي هي جيدة وذات جودة عالية هي شجرة يعني الزنبوع. فبطبيعة الحال كنجيبوه للبيت الجناي كنجيبوه الأمهات كيقتاني وتيشريو تيوضعوك لا بدا ماشي تنشر من بعد الجني كيتنشر في البيت واحد يوم أو يومين باش تتدبل شوية الزهرة لأن ما خصهاش تقطر وهي طرية كتكون فيها نسبة الماء عالية. وبطبيعة الحال داك المنتوج كيكون شوية يعني فيه الماء وكيمكن يعني ما يعطيش جودة عالية، بطبيعة الحال من الأحسن تتدبل الزهرة. من بعد كنجيبو كنبداو في الطقوس، إذا الجهاز اللي عندنا هو هاد القطارة اللي قطارة تقليدية اللي كانوا الأجداد ديالنا والبيوت ديالنا كيقطروا بها الزهر. فمكونة من ثلاثة الأجزاء، الجزء الأسفل اللي هو الطنجرة، الجزء الثاني اللي فوق منه هو إناء عبارة عن كسكاس، والجزء الأخير اللي هو تسمى القبة ديال القطارة اللي هو عنده شكل قبة حتى هو، غادي نشرح يعني اش كيوقع في كل مرحلة. إذا في الأسفل كنوضعوا الماء، كمية ديال الماء، إذا الماء ما خصش يكون تيفوت واحد الكمية لأنه يقدر فاش يغلى داك الماء هو يطلع لنا على الزهرة، باش تكون واحد الكمية معينة باش ما تحرق لناش الطنجرة. في الجزء الثاني كنوضعوا الزهره اللي بغينا، انا كندوي على الزهر ولكن اي نبته كاع النباتات الطبيه والعطريه كلهم تيتموا بنفس الطريقه بهذا الجهاز هذا.
اذا كانوا بضعوا هنا النبته ديال الزهر اللي كتهمنا الان اللي حنا بصددها. ثم الجزء الاخير هو القبه اللي كنوضعوا فيه الماء تيكون مغطي من الفوق بالماء، لان داك الماء خصو يكون باستمرار بارد باش تيسهل لينا عمليه التقطار. اش كيوقع؟ تيتبخر الماء في الطنجره، اذا الطنجره كنصبوها كنوضعوا فيها كميه ديال الزهر، كنوضعوا فيها شويه ديال العود القمري، كنوضعوا شويه ديال الزنبو لان فيه زيوت اساسيه، كيتبخر داك الماء كيطلع بلا الزهره، كيترافيرسي ديك الزهره كياخذ منها الزيوت والمواد العطيره، كيطلع للسقف ديال هاد القطاره هذه اللي هو القبه، وبطبيعه الحال كيوجد هذيك القبه السقف ديالها بارد، كيتحول البخار الى قطرات ماء كنسميو التقطير. هذا هو التقطير.